يا اهلا بكل حضراتكم من جديد. لسه بنفتكر معاكم ذكريات حلوه، وطبعا كلها متعلقه ببطولات افريقيا اللي توج بيها النادي الاهلي مرات عديده في ازمنه مختلفه. الحلو بقى في الاستاذ محمد صادق ضيفنا العزيز اللي بينورنا دايما في فقره النوستالجيا، ان هو الحقيقه لا بيحتاج مننا تقديما، لانه بطبيعه الحال اشهر من نار على العالم عند كل محبي وعشاق النادي الاهلي. ومن ناحيه ثانيه ما بنحتاجش حتى نساله، لان هو بسم الله ما شاء الله الاسترسال عنده يعني كانه بيفتح كده، هو ايه في دماغك بتفتح صفحه التاريخ بتاع النادي الاهلي وعارفها بند بند وسطر سطر. سعداء كالعاده بوجود حضرتك معانا يا استاذ محمد. اشكرك يا استاذ كريم على المقدمه الجميله، واشكر استاذ نهاوند برضو ان يعني تتملي يعني بتقول كلام حلو قوي اكبر مني يعني. لا يا فندم بالعكس. لكن احنا لما نيجي نفتح كتاب ده، كتاب تاريخ، كتاب عظيم طبعا. ده احنا نفتح كتاب النادي الاهلي اللي هو اوله مبادئ وقيم واخلاق وزودنا عليه تطوير وحاجه جميله كتير جدا طبعا. فتاريخ الاهلي عظيم مهما نقول. الكلمه بتاعتي اللي بقول ملوش ماضي ملوش حاضر، تمني نتغنى بالماضي ونتغنى بالحاضر بالمستقبل ان شاء الله، وتمنى نقول زي ما احنا جينا قبل كده قلنا ان شاء الله وشنا حلو على النادي الاهلي الحمد لله. يعني قلنا ان شاء الله هناخد افريقيا، خدنا، هناخد الكاس، خدنا الكاس، وان شاء الله ناخد السوبر ان شاء الله. وقلنا ان شاء الله برضو ان احنا هنبقى نادي القرن، بناكد على نادي القرن، بناكد لا للمهاترات، التاريخ بيقول كده، فمش هنزور التاريخ. فالاهلي تاريخ عظيم وجميل، واحنا هنا بنقول الحاجات البسيطه اللي احنا نعرفها عن النادي الاهلي حاجه عظيمه. اتكلمنا مع حضرتك قبل كده على الثمانينات بقى بالظبط، عن بطولات افريقيا تحديدا. لو انت بتتكلم عن بطولات افريقيا طبعا احنا قلنا هنكملها الاسبوع اللي جاي، فعايزين بقى نسمع من حضرتك زي ما قلت كده. احنا عارفين ان احنا يعني او عارفين مكاننا فين بالظبط او مكانتنا واصله لفين، ولكن احنا حابين او بننبسط لما نرجع ونتكلم ونشوف صور كمان وفيديوهات، فخلينا نسمع كده من حضرتك بدايه. اشكرك. احنا قبل كده بدانا اتكلمنا من اول تاريخ لقاءات النادي الاهلي في افريقيا من 1982 الى توقفنا الى 1987 باع البطوله اللي كانت تعتبر الختام للكابتن الخطيب 87 لما نزل اخر ربع ساعه ومتع الجميل، وكان الجميل مش عايز الماتش يخلص. في 87 كنا بنلعب الهلال السوداني، كسبنا 2-0، جول ايمن الشوقي وجول كان دوره في نفسه، وشلنا الكاس، وكانت اخر بطوله عملها الكابتن الخطيب مع النادي الاهلي. وقلنا المره الجايه هنتكلم من بدايه ايه اول بطوله افريقيه بعد كده، وهي 1993 تمام. ودي كان مباراه ما بين النادي الاهلي ونادي افريكا سبور، وكانت المباراه هنا كان 0-0 هناك، وجينا هنا اهو بنعرض هنا دلوقتي اهو كل المانشيتات اللي نزلت الاهلي بطل افريقيا للمره الرابعه. ها وهنشوف نجوم النادي الاهلي العظماء اللي هم بيشرفوا اهو. بص التخصص بالتخصص الاهلي بطل افريقيا بالتخصص، شوف الكلمه من 1900 وكام 93، احنا بنتكلم من 27 سنه. الكابتن حسام حسن، الكابتن هادي خشبه، الكابتن عادل عبد الرحمن صاحب هدف الفوز من ضربه الجزاء، ها علاء عبد الكابتن عادل صادق، كابتن شوبير، نجوم متلألئه هنا. كابتن شوبير رافع الكاس ها في استاد هنا في مصر في القاهره، ها كانت كاس عزيزه جدا، كانت يعني بقى لها بعيد عنها 6 سنين، وكان الاهلي بيلعب باللون الاخضر، تمسك ان الفريق افريقيا بيلعب باللون الاحمر الغامق او النبيتي. يا سلام، شوف هنا اللعيبه والجماهير والناس، احتفاليه جميله كانها امبارح، كانها الاسبوع اللي فات، كان لسه كنا واخدين سوبر افريقيا، ها كنا واخدين كاس مصر، واخدين الدوري، ها افراح افراح. نرجو ان الاهلي كلعيبه تقول ان احنا البهجه عايزين يعني تبقى مستمره، البهجه والفرح مستمره يا استاذ محمد لحد دلوقتي دي حقيقه. ده الفريق اهو لسه كنت بتكلم من الاهلي لعب بفنانه مختلفه، وكانت هي الفنانه الثانيه ساعتها في الوقت ده، كابتن خطيب، كابتن عمرو الحديدي، كابتن مشير حنفي، كابتن عادل عبد المنعم، كابتن حسام حسن، كابتن محمد يوسف، كوكبه كابتن شوبير، كوكبه جميله ها اسعدت مصر، الكابتن محمد عبد الجليل كنا اتكلمنا معاه قبل كده على البطوله ديت، مع الكابتن مدرب ساعتها كابتن مين؟ الكابتن ألان هاريس كان مدرب، وكان يعني حصلنا اكتر بطوله في السنه ديت سبحان الله، يعني كلها ان المدربين بيجوا او ده الجون كابتن عادل عبد الرحمن احرزه على يمين الحارس، وده كسبنا بيه البطوله ديت. كان في افريقيا سبور ساعتها فريق مرعب، فريق مرعب في 1993. الماتش ده كان كوره بالعرض، والكابتن دخل على كابتن حسام حسن عمل ضربه جزاء وحطها كابتن عادل عبد الرحمن، كان هو جون المباراه، وده هدف الفوز، ده هدف الفوز جون كابتن عادل عبد الرحمن كمان. لا استاذ محمد صادق فاكر كمان ايه حطها على يمين الجون. يعني التفاصيل حاضره معاك. يعني انا مش عارف هم يعني انا فاكر كل المطوشه من كتر حب النادي الاهلي رقص. يعني شوف يعني فيديوهات ثانيه اقدر اشرح لك من قبل الكره ما توصل نص الملعب، من حبي للنادي الاهلي وحبي لجوانه
ها حب الرموز. حضرتك مش بتتفرج بس، حضرتك بتدرس اللعيبه والماتش، فدي موهبه ثانيه طبعا يعني. وبقى مشدود قوي لما الكره تضيع سهله، ومشدود قوي ان احنا الفرص، لان احنا قلنا كان المفروض تلعب يا استاذ محمد. ايوه بقى ايوه بقى كمل، ما انا فاكره انت حكيت لنا بس كان لازم تكمل بصراحة. انا بلعب بقلب وبعقلي وفكري وكويس على نعمه حب النادي الاهلي، لان الاهلي هو اللي على طول بيديني ابتسامه والامل، هي الحاجه الجميله دلوقتي. حتى لو خسرناك لاعبا فاحنا كسبنا مؤرخ لنجاحات وكل اللحظات الحلوه اللي عشاق النادي الاهلي مروا بيها. دي حياتي كلها 49 سنه 50 سنه، اتمنى اللحظه اللي عايش فيها دي عشان اللي جوايا يطلعه. انا اللي بشكركم اديتوني فرصه اقول الحاجه اللي بحبها طول عمري من وانا طفل، الاهلي الرمز. جميل. التاريخ، اللعيبه، ها الجمهور العظيم اللي بيفرحنا. انا بقالي ما بفرحش انا مع النادي الاهلي، ما بسعدش النادي الاهلي، ابقى سعيد كده بولادي في البيت قاعدين النادي الاهلي يلعب، يا رب الاهلي يكسب. ممكن اسال حضرتك سؤال ما سالتوش قبل كده؟ اتفضلي. بتجيب المصادر منين؟ يعني انا فاكره ان حضرتك بتجيب لنا كنت جرايد، الجرايد دي بتعود تقريبا ل 1940 ويمكن كمان قبل كده، فانا عايز اعرف منين المصدر. ممكن مع اساس العائله عندي من 120 سنه، اهم حاجه اسمها الوراقين. الوراقين دي كل ما بيتعمل في الورق غير الارشيف. جاي الارشيف ده حاجه حديثه. صحيح. المؤسسه دي عملناها عشان نقدر نجهز. انا بخدم يعني مصر هنا سياسيا ادبيا ثقافيا رياضيا فنيا. تاريخ فني في 100 سنه بجمعه، رياضه في 100 سنه بجمعه. هي. ازاي بجمع اي مؤسسات بتخرج حاجتها القديمه باخدها. انا ما بحبش شغل السيديات والكمبيوتر. انا بحب اشم الورقه، اجمع الجرنان من اول عدد، المجله من اول عدد، الصوره الفوتوغرافيه اجمعها. ده عايز صبر كبير يا استاذ محمد، ده وحب فعلا زي ما حضرتك قلت عشق. للحاجه اللي بتعملها عشق. اي انسان في اي مهنه يدوا حب وعشق ليها تنجحها وتعليه. صح. مش مهم المستوى المادي، كفايه ان انا قاعد في النادي الاهلي، كفايه تقدير الناس ليك. فناس بتكلمني تقول لي يا سلام انت بتورينا حاجات ما شفناهاش، هوريكم كاس مصر من اول كاس السلطانيه 1917 لغايه دلوقتي، هنوريكم كاس الدوري عام 48 لغايه دلوقتي، بطوله القاهره، كل حاجه بالوثيقه. وهنا الفرق ان الاهلي افتح التاريخ، افتح كتاب التاريخ، افتح الجبرتي. ما اتفرجنا على المزيد من الوثائق بقى إيه؟ برضه ناخد فكره. ابن اياس بيقول ايه والتاريخ بيقول ايه؟ هنقول بعد 93 بقى سيبرنا شويه لغايه ما جت بطوله 2001، بطوله كانت عزيزه قوي. وكنت انا يوميها كنت قاعد في منطقه اسمها فرغوريه كده، وكنت قاعد ايه قلقان الاهلي يعني، فلقيت جون. الناس كانت بتقعد على القهاوي بقى ساعتها، لقيت كابتن سامح حفيظ ما بيقولش جون بدماغه، كره من كابتن محمد فروم من اليمين يحطها بدماغه في عكس الحارس، وفرحه عظيمه طبعا. ها كابتن سيد عبد الحفيظ يعني لو شفنا تاريخه، ها حاجه عظيمه، حاجه محترمه، ها وفاء للنادي، ها عروض كثيره، قال لك الاهلي هو بيتي والاهلي بيكافئه. بص هنا بقى ده جول خالد بيبو، ضربه جزاء، هو اللي عمل ضربه جزاء وحطها على يمين الحارس ارضيه سريعه. والجول الثاني كابتن محمد فوق من يمين هيلعبها عرضيه، كابتن خالد بيبو هيحطها على ارضيه نفس الزاويه. هو كان هاتريك خالد بيبو، ثلاث اجوان في الماتش. اول جون على يمين الحارس ارضيه سريعه، ودي تبقى صعبه جدا على اي حارس. كان في سان داونز كره عالميه، كره سان داونز ده الى قريب قوي كان عامل مشكله لفرق كثيره، ها وعامل لهم رعب. لكن بعد كده الاهلي ثلاث اجوان، جول اولاني ارضي اهو على يمين الجون، والجول الثاني بقى كابتن محمد فاروق لعيب مخلص نادي الاهلي طبعا من اليمين، هجمه عنتريه لعبها بالعرضيه هياخدها وهو جاي من نص اهو، بص ارضيه نفس الزاويه. والجول الثالث بقى كابتن خالد بيبو بيقال كابتن محمود الخطيب كابتن بيبو، ها كره من نص الملعب برأس واحد واثنين وركنها ارضيه على ايه؟ على ايه؟ برضه نفس يعني الزاويه الارضيه الجون الثالث كانهم كربون. الله عليك يا كابتن بيبو والله. كابتن محمد فاروق من ناحيه اليمين لعبها عرضيه، لعبها له حلوه جدا برضه. طبعا طبعا جدا. كابتن خالد بيقول لك انا ما كنت اجيب جون اهو، بص جوه الجون ده بقى هياكله ازاي؟ هياكل اللعيب عكس اللي جاي. الله. امشي ماشي ماشي كله يريح بالراحه في نفس الزاويه يمين الجون ارضيه. ثلاث اجوان كانت فرحه كبيره. طبعا. كنا بقالنا مده عايزين نفرح. طبعا. ها من 93 ل 2001 لا وبلعب منافس قوي كمان. طبعا كرة كان ساعتها هم بيعملوا بدأ الكره البرازيليه الكره الشامله. طبعا. جنوب افريقيا بيعملوها حلو قوي. والاهلي كان بيحب الفرقه دي، بيحب الفرق اللي تفتح معاه اللعب، مش الفرقه اللي تفضل واقفه عند الجون وتدافع. من هنا الاهلي في البطوله دي رجعنا بقى، بدأنا بقى نخش بقى ايه من 93 بقى نخش بقى ايه نخش في البطولات 2001 و2000 بقى و5 بقى، الجيل العظيم بقى، كل الاجيال عظيمه. بس الجيل ده بتاع 2005 احنا داخلين عليه دلوقتي ده بقى جيل بقى يعني ليه وضع خاص كده بره وجوه وعالميا
من يعني ناحيه ايه بقى؟ ان احنا كل البطولات اللي بنخش فيها بناخدها. طب دوري كاس نشارك كاس عالم الانديه، ها هنشوف في 2004 هنشوف حالا الجيل الذهبي اللي انت بتتكلم عليه. ماتش 2005 النجم الساحلي هنا في جون هنا، ها عبقري هنشوفه دلوقتي. شوف بقى كابتن ابو تريكه هيخش هيتلعب لابو تريكه هيخش ازاي على الجون منين ويحطها في الزاويه دي. بص كابتن تريكه بص في الزاويه البعيده الله من الاجوان النادره الله يعني ان هو ازاي يشوط من الحته دي وفي نهائي افريقي هنا 3-0 ها. ونشوف ازاي كابتن اسامه حسني هيجيب الجون الثاني ازاي بدماغه من المرحوم رحمه الله كابتن محمد عبد الوهاب يرفعها له ازاي يحطها بدماغه. وهنشوف جون عالمي ها للكابتن محمد ابو تريكه دلوقتي بيتحكوا اي كره زيها يقول لك يا سلام مفيش جون زي ده. كابتن محمد بركات هيخش من يمينه يحطها في السكسوكه في الزاويه البعيده. شوف الجمهور، هو الماتش ده انتهى 3-0 تقريبا. ده الماتش كان هنا 3-0 نجم الساحلي. انا فاكر ماتش جميل كان كابتن حسام بدري كابتن وكابتن جوزيه وهنا محمد ابو تريكه جول الاولاني 22 طبعا. الجول الثاني بقى كابتن اسامه حسني في هنا بقى حاجه جميله قوي. كابتن محمد عبد الوهاب رحمه الله طبعا الله اللي كان فيه زياره جميله جدا من بعض اعضاء مجلس الاداره للنادي واللعيبه قريب لعائلته طبعا. حاجه محترمه طبعا. كل يوم هي دي المبادئ، هي دي القيم، هي دي الاخلاق طبعا. مهما طول الزمن الاهلي ما ينساش لعيبته الاوفياء طبعا اللي بيفضلوا معاه على الحلوه والمره. والجول الثالث كان كابتن بركات بركات لا الجول الثاني اسامه حسني الجول الثالث كابتن بركات الثالث الجول الثالث ايوه مظبوط يا كابتن اسف يا كابتن. لا 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 خالص. شوف هنا بقى هتلعب كره لمين؟ ها ده كابتن حسن مصطفى هتقطيع على كابتن محمد عبد الوهاب ازاي الرفعه المتقطعه اهو هيخش هيرفعها بالظبط بدماغه كابتن اسامه حسني الله ما شاء الله عليك الملك يعني الهند زي ما بيقولوا. ها فرحه عظيمه كابتن جوزيه كابتن احمد ناجي كابتن حسام البدري ها فرحه غير عاديه. في 2005 كابتن اسامه حسني طبعا من يعني من اللاعبين الاوفياء جدا في النادي الاهلي الى الان. ها ده الجون الايه؟ الثاني الثاني احنا كاننا بنشوفه لاول مره. يا جماعه بصوا الجمهور جمهور مصر جمهور الاهلي فرحان قد ايه. هي عيله انت زي ما يكون ابنك زي ما يكون اخوك طبعاً. هو اللي سجل الجول انت عيله كلها بتفرح. ده الكيان اللي احنا بنتكلم عنه بنقوم بصرخه كابتن ده هنا بقى محمد بركات هنا يرفعها على طول سامح حسني. بص بقى الجول العالمي ده ها في جول قريب فيه زيه كده اتعمل عليه يعني مالك الحركات اتعمل عليه سيناريو جبار ما حصلش في التاريخ. بص كابتن محمد بركات جه من اقصى الشمال دخل لمين اول كان وخده على الواسع وحطها في الزاويه البعيده في الايه؟ العليا. هنا انا وقفت في الشبكه فوق بالظهرت كده الكوره من حلاوتها. شوف الجمهور من فرحته وكان ده في اخر دقيقه في الماتش واخر دقيقتين. يعني الاهلي كده كده ضامن الكاس لكن بيلعب اخر بطوله. فعلا جيل جميل. طبعا كابتن بركات كابتن ابو تريكه كابتن محمد شوقي حسن مصطفى اسلام الشاطر الحضري وائل جمعه ها عظماء مش عايزين ننسى حد. كابتن عماد النحاس طبعا. ايه الوفاء ده كابتن محمد ابو وهاب رحمه الله. بص الكره يا استاذ كريم حطيتها فين الجون بيتفرج عليها تحفه في الثمانيات طبعا. وقال لك جون عادي احنا كلنا بنلعب للفريق مش جون عالمي بقى عايزين نختار احسن جون لا عادي. هو الجون كله بيخدم على ايه على الفرقه طبعا. شوف الفرحه للناس الجمهور بيحضر 120000 و100000 غير اللي بره. المنظر ده وحشني قوي هيجي ان شاء الله ان شاء الله بس لازم يكون في نوع من عند الجمهور يعني الالتزام. احنا بلد دلوقتي محتاجه لكل واحد مننا في التزام بكل حاجه نروح نشجع ميبقاش في نوع من يعني نشجع زي زمان عائلات اخد مراتي اخد ولادي. خلينا بقى نشوف المانشيتات صح دي المانشيتات اللي كانت على الماتش اللي احنا شفناه احنا رحنا بقى كان فيه بس 2006 طبعا بقى ها ماتش الصفاقسي كنا عايزين نجيبه برده من الجوان العبقريه ها كابتن ابو تريكه اللي وصلنا اللي احنا بعد الماتش ده وصلنا بقى كاس العالم. احنا وصلنا كاس العالم كام مره واستنى ان شاء الله هنروح. ادي فريق جميل اهو شوف بقى الفريق هنا ما شاء الله كابتن محمد شوقي كابتن ابو تريكه كابتن فلافيو اسلام الشاطر بركات يا 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 الفرقه. انا كنت بقعد في البيت يعني للاسف بقول كده احنا هنكسب يعني انا عايزين شاي هنكسب هنكسب ان شاء الله. ثقه 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 في فرقتنا في كل مكان في كل مركز عندنا لعيب واثنين وثلاثه صحيح ولاعيبه اوفياء ولاعبين عارفين يقدين المسؤوليه. والبدلاء في الزمن ده ما كانوش يقلوا كمان ابدا ابدا. اللعيب اللي بيلعب في الجناح اليمين بره زيه اللي في الشمال زيه الجون عندنا حارس واثنين وثلاثه المهاجم واثنين وثلاثه وكلهم اللي بيلعب اللي قاعد على الدكه بره كانه بيلعب قاعد بيعمل كده ويشد كده ويشوط ويوم يقف. دي انا بتكلم بطبيعه سامحوني طبعا ما بعرفش. المهم احنا وقفنا عند 2006 2006 عايزين نجيبها برضه 1-0 1-0 مش 1-0 جون صفاقس في اخر دقيقه رفع من كابتن شادي على الكابتن فلافيو على ال 18 ابو تريكه
بشماله وقال لي اول ما بيجي جون بشماله بص اهي بشماله الله. وكنا رايحين اربع خمس جوان ولعبنا بخطه غير عاديه في الماتش ده. وبدانا الماتش يا كوتي منساه 35 دقيقه وطلعنا قلبنا الماتش. واحمد شريف القناوي الاهلي مسك الفرقه الصفاقسي في نص ملعبها لدرجه ان بعض اللعيبه عضوا انده للجمهور يعني شجعوا وشجعونا مش قادرين في خمس ست دقايق. بص الكوره بص ده بتاع ربنا توفيق ربنا كل مجتهد نصيب. عملنا ماتش غير عادي. ده كان في الدقيقه كام تحديدا؟ ده في الدقيقه الاخيره الماتش الضايع كان حكايه الدقيقه 90 يعني تملي. ده بيدل على حاجه القتال حتى النهايه ده الامل ده الصبر ده الاهلي. عندنا امل لينا حقوق هناخدها في الاخر ها لينا حقوق عند الناس هناخدها في الاخر. لازم الصبر طبعا. واخره الصابرين الخير. هنا ده 2006 بص بقى الفرحه هنا غير عاديه الفرحه غير طبعا. عاديه احنا رجعت العربيه المكشوفه بتاعت النادي الاهلي كنا مستنيينها وبنجري ورا العربيه لما دخلت النادي الاهلي ولعبت الاهلي فوقيها ما حصلتش في مصر. العربيه الحمراء اللي بدورين طبعا طبعا. والناس قاعده ومستني. بص هنا شادي محمد هنخش بقى هنا في 2008 دي بطوله عظيمه لعبنا هنا كسبنا 2-0 بجونين الكابتن وائل جمعه والكابتن ايه فيلافيو. رحنا هناك لعبنا ماتش جميل جدا كنا قلقانين فرقه قويه جدا القطن الكاميروني كانت فرقه قويه جدا. لعبنا هناك قالوا بقى هنكسب اربعه نكسب خمسه. المهم لعبنا كابتن احمد حسن ما شاء الله عليه عميد لعيب العالم كره من العكس الناحيه الثانيه حطها بايه برجله اليمين في الزاويه البعيده. الجون الثاني كابتن بركات حركات ناحيه يمين وحكى للعيب كده عكس ايه على الثابته ضربه جزاء حطها كابتن شادي محمد رفعنا الكاس في 2008 8. دي بطولات جميله. 2007 وصلنا النهائي احنا كنا كل سنه 4 5 6 7 8 ها نوصل للنهائي. هي سنه واحده يعني النصيب ما حلفناش فيها 2007 هنا في النجم الساحلي لكن كم بطوله وصلناهم خدناهم. لكن قطن الكاميرون ده كان ماتش جميل جدا جدا يعني كابتن فلافيو حط كوره يعني يقول ايه يعني صاروخ بدماغه ما شاء الله كوره مرفوعه من فاول حطها بعكس جسمه في جول. في جوال ما بتتنسيش خالص حتى لو عدت سنين كتير ابدا ابدا. والكابتن طبعا هو الجمعه كان نازل بجسمه عند جنب العارضه وحط كوره بدماغه ده الجون الايه هو الصخره فعلا يعني اسم كان على مسمى يعني اوفياء اقرا التاريخ كل لعيبه الاهلي الجمال والجداد وكلهم والقدام لكن الاهلي 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 احنا عايزين نقف بقى بالتاريخ عند 2008. خليك بقى فاكر ان احنا وقفنا طبعاً. المره دي عند 2008 عشان نكمل مع حضرتك ان شاء الله الاسابيع اللي جايه بقيه البطولات وبكل ما فيها من تفاصيل. ده شيء جميل وانا بتشرف اني بحكي حاجه انا بحبها في كياني في دمي. واحنا بنسعد بالحواديت الحلوه الجميله بتاعتك. اشكرك يا استاذ اشكرك يا استاذ كريم نورتنا اهلا بيك. شكرا ليك وشكرا لحضراتكم على متابعتنا حلقه النهارده. كده الحلقه خلصت نشوفكم بكره ان شاء الله انا وكريم وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي.